بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء، واول حلقه اجتماعيه بعد شهر رمضان المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبعد العيد وعوده بقى للمواضيع الاجتماعيه اللي محتاجين نناقشها ونتكلم فيها. وبنشوف حوالينا بيوت كتير بتخرب وخناقات بتشتعل ومشاكل بتبتدي من مستصغر الشرر بسبب حاجه واحده هي اللي بتكبر المشكله وبتخلي الموضوع ما يخلصش ابدا، هو العند. فكره ان ممكن واحد يعني لمجرد انه بس عايز ينتصر لرايه، وهو بيبقى عارف انه رايه مش صح، وعارف انه هو يعني مش مهم، بس ما نفذش اللي هي عايزاه. والست برضه انه انا بس مجرد ان هي ما تسمعش الكلام اللي هو بيقوله. فكره التناطح ده، وفكره ان احنا بنعند مع بعض وخلاص، ممكن توصل للطلاق، وبيستمر العند حتى بعد الطلاق في الولاد. يعني يعندوا في بعض وطز في الولاد وطز في نفسية الولاد، طز في أي حاجة، المهم ما ريحوش والمهم ما ريحهاش، المهم ما يمشيش في دماغه، المهم هي ما تمشيش كلامها علي بس. يعني احنا بننتصر لأفكار، الحياة لو احنا بلعنا الأفكار دي الحياة تبقى أسلس وأبسط من كده بكتير. مروة الصعيدي، وحشتينا يا مروة، وانتي كمان جدا. والحمد لله على السلامة بعد أجازة رمضان الله والعيد. يسلمك. انتي عاملة دراسات معتبرة في موضوع العند ده، طبعا قوليلي بقى احكيلي. بصي، هو الواحد عمل دراسات معتبره في موضوع العند، خصوصا انه كان في ترند في رمضان مسلسل لثلاث ارباع الستات والرجاله كانوا متعلقين بيه، اللي هو بتاع منى زكي. تمام. فاكتشفت انه هو العند مش بيولد الكفر بس، ده هو العند بيولد الكسر. وفي احيانا بيبقى العند لمجرد ان انا هعند عشان كسر بمعنى ايه؟ بيكسر العلاقه وبيكسر الشخصيه وبيكسر المعتقدات بتاعتك. بمعنى ايه؟ هو المتعارف عليه ان العند دي سمه. تمام. العند هو ان انا ارفض الشيء اللي قدامي حتى لو كان صح ومقنع، وارفض كمان الامتناع عن الحاجات الصح اللي انا بعملها. يعني مثلا لما اجي اقول لك على فكره التدخين مضر بالصحه، ما تعنديش على نفسك، فتلاقي لا ده مش مضر وانا صحتي هو بيعند حتى في الحاجه الصح. تمام. ان الناس ممكن ما تعرفش تفرق بين العند وبين الاصرار على الشيء، لان العند عندنا في عند ايجابي وده اللي مطلوب، وفي عند سلبي. اكتشفنا كمان ان العند بيكون مجرد رد فعل لافعال اللي حواليكي، وهنتناقش بقى ونفهم كل الحاجات دي. تمام. جات ازاي العند؟ كمان في نسبه 30% منه وراثه، اكتشفوا يعني علماء بابا الألمان. دماغ، اصل انا بابا دماغه كانت ناشفه، فانا بقى طالع لبابا دماغه ناشفه، امي اصلها كانت عناديه فانا طالع لامي عناديه، كده قصدك؟ لا، انا هو ده اللي بنقول عليه العند الاجتماعي، اللي هو صفه مكتسبه. امال ايه لكن الوراثه؟ الوراثه دي طفره جينيه اكتشفها علماء المان، تمام، من فتره قريبه، بتقول ان نسبه 30% بيكون عندهم نقص هرمون الدوبامين والمواصلات او المستقبلات بتاعته في المخ. هرمون الدوبامين دوت هو اللي بيساعدنا ان احنا نبقى مبسوطين ومستقرين وفرحانين، وبيساعد على سرعه التعلم. فاكتشفوا ان 30% من الناس اللي عندهم الطفره الجينيه دي بيبقى عارف ان القرار اللي خده غلط وان اللي عمله غلط، بس هو مصر ان هو يكرره. حتى لو انت كلمتيه واقنعتيه، لا هو مصر ان هو يكرره. عكس الناس اللي بيكون عندها النسبه دي، هي الحد المعقول او الحد الادنى، بتلاقيه سريع التعلم وبيقتنع بسرعه جدا انه اه ده غلط، وبيعتذر عنه ما بيعملوش تاني. ما بيبقاش فيه عند ان دايما يكرره. انما العند اللي انت بتقولي عليه ده بقى هو ده العند اللي مكتسب من البيئه اللي حوالينا. لا، وزدل تهالي اكتر من نسبه بقى 30%. يعني ما هو ده بقى اكتر، 70% هو عند مكتسب وليه اسباب.